مكملين معاكم فقراتنا، وكنا بنقول في البداية ان الانتخابات البرلمانية في مصر بالمرحلتين اللي عدوا، المرحلة الاولى والمرحلة الثانية، من ابرز الاحداث في الشارع المصري ومن اهمها طبعا بعد احداث الاشتباكات بين قوات الامن والمعتصمين في امام مجلس الوزراء. امبارح اعلنت نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات، النهاردة هنفتح ملف الانتخابات وهنتكلم عن النتائج الاولية للمرحلة الثانية، وهنتكلم عن توقعاتنا للمرحلة الثالثة مع استاذ محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. نهارك سعيد. نهارك سعيد. يعني في البداية طبعا عايزة اسالك على الدلائل اللي كشفتها نتائج المرحلة الثانية للانتخابات امبارح. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو بلا شك المرحلة الثانية انتهت الجولة الاولى منها او الشوط الاول منها، واحنا عندنا جولة اعادة يوم الاربعاء والخميس القادمين. المؤشرات طبعا مش مؤشرات، النتائج خلاص اعلنت بالامس من الشارع معز ابراهيم. المقاعد الفرديه احنا كان عندنا 60 مقعد فردي، اتحسم مقعد واحد بس، وفي 59 مقعد عليهم اعاده. بعكس المرحله الاولانيه كان عندنا 4 مقاعد اتحسموا، وكان بقيه المقاعد فيها اعاده. فالمره دي الاعاده اكتر، يعني بنسبه 99% المقاعد كلها عليها صحيح. اعاده في المرحله. طب يعني الزياده دي جت من ايه استاذ محمود؟ لا يعني هي الاعاده عاده بتبقى في الدوائر الواسعه متوقعه بشكل كبير. يعني انا اعتقد المرحله الاولى كان فيها استثناء، الاربع مقاعد دول استثناء. يعني اللي حصل المرحله الاولى ده كان استثناء، اللي كان متوقع الاعاده على جميع المقاعد. في ظل اتساع الدوائر وزياده عدد المرشحين بيحصل تفتيت للكتل التصويتيه، محدش بيقدر يجيب ال 50%. ولو بصينا للمقعد اللي فاز في المره الاخيره دي بتاع محمد انور عصمت السادات اللي هو رئيس حزب الاصلاح والتنميه، هو كان اصلا صفته عمال وكان عليه حكم، والحكم حوله لفئات، فالحكم جه لصالحه ففاز بالصفه الجديده اللي هي الفئات مش العمال. يعني جه لصالحه. بالنسبه للقوائم طبعا المؤشرات برضو اعلنت، لكن مفيش اسماء فائزين زي ما احنا عارفين، لان ده كله هيعلن في المرحله الثالثه مع انتهاء الانتخابات كلها يوم 19 يناير. لكن المؤشرات بتاعه الثانيه زي المؤشرات بتاعه الاولى، ان احنا عندنا حزب الحريه والعداله الدراع السياسي للاخوان هو نمره واحد في تصدر الاصوات، بيليه حزب النور. المره دي الوفد احتل المركز الثالث بدل الكتله، وجات الكتلة في المركز الرابع. ده على مستوى الجمهورية، على مستوى الجمهورية بالنسبة لعدد الأصوات اللي حصلت عليها. يعني ومتوقع يعني دلوقتي بعد المرحلة الأولى والثانية خلاص أصبحت الخريطة بانت. يعني لا أحد يتوقع أن المرحلة الثالثة بتاعت يوم 3 يناير فيها مفاجآت. خلاص إحنا ماشيين في توجه تصويتي، المواطنين المصريين بنوا توجهاتهم وبنت التصويتات، وحتنتهي شكل البرلمان في النهاية ان التيار الغالب فيه القادم هو التيار الاسلامي السياسي بين حزب الحريه والعداله وحزب النور، هيبقى ليهم حوالي من 65 ل 70%. ثم التيارات الليبراليه والاخرى، يعني ال 30% الاخرى هيبقوا الباقي القوى السياسيه اللي موجوده. طب امبارح برضو كان في المرحله الثانيه عموما كان منتظر ان نسبه الـ او يعني يصل عدد الناخبين في التسع محافظات ل 18 مليون ناخب، العدد الفعلي اللي كان موجود 12.5 مليون ناخب. هل العقوبات اللي يعني اتكلموا عنها قبل المرحله الاولى من الانتخابات فعلا هتطبق على الناخبين اللي ما ادلوش بصوتهم؟ بص حضرتك، هو نمره واحد، اولا نسب التصويت ارتفعت في المرحله الثانيه عن الاولى، احنا وصلنا 67%. في المرحلة الأولى النسب كانت 48% آخر النسبة، يعني رغم أنهم أعلنوا الأول 60 ل 52، لكن آخر النسبة 48%. المرحلة الثانية فيها محافظات ريفية كتير. إحنا يعني عندنا الشرقية والمنوفية والبحيرة، يعني في محافظات الريف دايما المحافظات الريفية نسب التصويت بتبقى عالية عن المرحلة الأولى اللي كان فيها القاهرة والإسكندرية وبورسعيد. فطبعا نسب التصويت زادت ليه؟ لازم ديت نرصدها من خلال ان في محافظات ريفيه، والمحافظات الريفيه التصويت بيبقى فيها اكبر. اما عن الغرامه، انا اؤكد لحضرتك من الان انه لا تطبيق للغرامه اللي اعلنوا عنها، لان في تعذر الوصول. انا عشان اطبق غرامه لازم يبقى في تحقيق، يعني لازم النيابه مش هتطبقها كده عفويا، وفي اعذار قهريه لبعض ناس كتير قوي ممكن تحول دون ان هم يطلب اصواتهم. لكن الغرامه مش هي الدافع اللي بتخلي الناس تروح، على فكره زي ما البعض بيشيع، لا، الناس عاوزه تروح بمشاركة وطنية وواجب عليها. وإحنا شفنا أعمار متباينة مختلفة وناس كبار في السن، وشفنا السيدة عندها 101 سنة يعني راح تنتخب لأول مرة، دي مش مخيفة بالغرامة،
يعني حتى يجوا يقولوا له ادفع ال 500 جنيه تقول لهم وانا معايا يا ابني 5 جنيه عشان ادفع ال 500. في ناس بتعتقد ان الغرامه هي 500 جنيه مش قد تصل الى 500 جنيه. لا هي جنيه. 500 فعلا، هي الغرامه 500، لان كانت يعني تطور الغرامه دي لو شفناها في قانون 73 لسنه 56 قانون مباشره الحقوق السياسيه بدات بجنيه، والجنيه زمان يساوي 500 دلوقتي، يعني اول ما بدا هذا القانون سنه 56 كان جنيه، وبعدين ارتفعت ل 10 واخيرا ارتفعت ل 100 في ظل النظام السابق، وبعدين وصلت ل 500 النهارده. وانا اعتقد موضوع الغرامه دوت انا يعني ضده على طول الخط، يعني مش مؤيد للعقوبه بهذا الشكل يعني، لكن هو الاداء الواجب الانتخابي هو واجب على المواطن قبل ان يكون حق عليه. المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنه العليا للانتخابات امبارح قال ان من اهم السلبيات اللي حصلت في المرحله الثانيه كسر الصمت الانتخابي. يعني معظم الشكاوي راحت على حزب الحريه والعداله وعلى حزب النور، هل هتطبق عليهم عقوبات ولا يعني تخيل ان اللي هيحصل في المرحله الثالثه هو اللي حصل في المرحله الاولى والثانيه؟ هو بص حضرتك، يعني عقوبات الانتخابات نوعين، في جرائم انتخابات نص عليها القانون برضو قانون 73 في باب كامل حول جرائم الانتخابات، اللي هي اقتحام لجنه من اللجان، التزوير، التصويت، كل هذه المسائل، ودي كلها حتى الان لو تم رصدها لابد بتبقى محل تحقيقات من النيابه العامه، وهي اللي بتحرك الجناح فيها. اما المخالفات الانتخابيه الاخرى دي مسؤوليه اللجنه العليا طبقا للتعليمات اللي بتصدرها، ومنها موضوع الصمت الانتخابي، والصمت الانتخابي هو نفسه بيقول انا حطيت صوابع العشرة في الشق ومش عارف اعمل فيها ايه، ودي قضيته هو قضيه اللجنه العليا، احنا ما شفناش تطبيق عقوبه على مرشح او حزب خرق الصمت الانتخابي، فلازم على الاقل توجه له لفت نظر، انذار، يعني يبقى في اي اجراء، ما شفناش اجراء. والمرحله الثالثه برضه الصمت الانتخابي هيتم اختراقه طول ما فيش عقوبه رادعه في هذا الاجراء. فانا بقول ان عشان نمنع هذه المخالفه لابد تضاف ماده جديده لقانون جرائم الانتخاب حول اختراق الصمت الانتخابي، وتطبق عشان ما بقاش فيها الكلب مكيالين، لان احنا موضوع الصمت الانتخابي ده عانينا منه كتير في المرحلتين، وبرضه هيستمر في المرحله الثالثه. فاللجنه العليا عليها ان تتخذ اي اجراء توضح ان هي هتواجه هذا العمل بحسب، لكن ان احنا بنواجهه يعني التطيب الخاطر ومعلش وهنحاول في الامور الانتخابيه، ما ينفعش الكلام دوت. فانا بناشد اللجنه العليا للانتخابات، وايضا اناشد القوى السياسيه والاحزاب ان هي تلتزم، طالما في صمت انتخابي نلتزم بالصمت الانتخابي. كمان رئيس اللجنه العليا للانتخابات قال ان عشان تتلاشى سلبيات المرحله الثانيه لازم يكون في تضافر بين جهود الاعلام والشعب ضد المخالفين. يقصد ايه بالكلام ده؟ يعني الاعلام ممكن يعمل يعني ايه في الصمت الانتخابي؟ يعني احنا في مرحله، يعني المرحله الانتقاليه دي اللي احنا بنعيشها دلوقتي من ثوره 25 يناير، يعني قضيه المناشدات ودور الاعلام مهم وكله، بس قضيه هيبه القانون وهيبه الدوله مهمه ايضا بنفس القدر. الاعلام عليه دور، يعني الاعلام انا شايف الاعلام في موضوع الانتخابات بيلتزم، يعني التلفزيون المصري كل قنواته ما بيجيبش مرشحين في ايام الصمت الانتخابي، ما بيذعش اي نوع من انواع الدعايه، ففي التزام من الاعلام المرئي. الاعلام المقروء يمكن عنده مخالفات لانه بينشر صبيحة الانتخابات ومسائل بهذا، لكن الإعلام عليه دور، لكن قبل ما يبقى الإعلام عليه دور نطبق القانون. المجتمع يتكاتف، بس المجتمع يتكاتف إزاي؟ ما أنت هتلاقي دايما في ناس أسوياء وبيحترموا القانون وناس مخالفين. أنت عشان المخالفين دول تواجهيهم لازم يبقى في نصوص قانونية. النصوص القانونية عندما تغيب وما بقاش فيها أي تطبيق هنجد أي واحد عنده رغبة في المخالفة هيستمر في المخالفة. أنا بقول من النهاردة وإحنا قبل ما نبدأ المرحلة بتاعت يوم الأربعاء والخميس الإعادة، إن هو بقى فيه تحذير شديد اللهجة يصدر من اللجنة العليا، وتطبق عقوبة ولو مرة واحدة. لو طبقت في الإعادة عقوبة على واحد حزب أو حد اخترق الصمت الانتخابي هنجد المرحلة الثالثة كله ملتزم، لكن الإعلام قايم بدوره، أنا شايف الإعلام قايم بدوره، يعني ما قصرش في هذا الدور. المجتمع قايم بدوره، لأن أنا كمجتمع، أنا كناخب بروح أنتخب، انا مش هروح اتخانق على باب اللجنه اقول للراجل ده النهارده صمت انتخابي، انت بتعمل دعايه ليه؟ يعني مش هعرض نفسي لكده. لكن ده امور كمان الاحزاب عليها ان هي تقوم بهذا الدور، تطالب اعضائها وتطالب مرشحيها بالالتزام بفتره الصمت الانتخابي.